فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص يقول إن أمه تتعامل بالسحر، فهل يجوز له أن يهجرها وأن يخبر عنها؟ ينكر عليها أول شيء وينهاها ويغلظ عليها، هذا كفر. إن تركته وإلا فإنه يبلغ عنها من يأخذ على يدها ولا يتركها في المجتمع تسحر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.